نظمت السفارة الإسبانية بنواكشوط ليلة البارحة حفل استقبال بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمملكة الإسبانية. مثل الحكومة في هذا الحفل وزير العدل محمد محمود العبد الله والمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفاضل والسيداتي والأحمد لولي، ومستشارة الوزير الأول المكلفة بالشؤون السياسية هند منتعينينا، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد بال محمد الحبيب. وبهذه المناسبة نوهت السفيرة الإسبانية في بلادنا مريم ألفاريز دولاروزا بالأدوار الكبيرة التي تطلع بها موريتانيا، حيث باتت مثالا للاستقرار والتقدم في منطقة الساحل الغارقة في وضع بالغ التعقيد بسبب التحديات الأمنية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية المتلاحقة. جرى الحفل بحضور عدد من المديرين بقطاع الشؤون الخارجية وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية في موريتانيا. في الشأن البرلماني